الانطباع العام عن محمد اشرف رؤى بعض الجماهير بتهاجمه على مستواه على ادائه وبتاع. اما باجي اكلم الجهاز الفني او يقولوا لي ده هايل، ده شخصيه هايله، ده محترم جدا، ده يعني الراجل بيحبه جدا على فكره، فعلا بيحبه جدا. بص، رؤى من الشخصيات اللي تبقى موجوده في اوضه اللبس، تبقى انت بص يا خالد، انت مش شرط اللاعب يبقى عندك 100%، مش كل اللعيبه اللي عندك في الفرقه انت بتبقى سوبر يعني. اكيد طبعا في لعيب يبقى مثلا 70 80 في 60%، بس في اوضه اللبس محترم جدا، شخصيه كويسه، يقدر يلم لك لعيبه، بيبقى ليه قرار. ممكن انت محتاج زي ما انت محتاج ده، محتاج ده. يعني الراجل بيحبه جدا. انا بتكلم عليه بطريقه هايله، وهو الواد ملتزم جدا، يمكن صحيح. الجمهور بيهاجمه ممكن عشان موقف وحاجه او حصلت، بس الواد شخصيه محترمه ومؤدب وقريب من ربنا جدا كمان. اشرف رؤى. طبعا. طيب.